نختم الجولة من هذه الجولة في الأعمدة والمقالات من اليوم التالي، ومنها نقرأ للكاتب عادل عبد العزيز من زاويته ببساطة، والتي خطها اليوم بعنوان فرصة قد لا تتكرر أمام السودان. بدأ دكتور عادل عبد العزيز زاويته بالقول: تعاني الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية من ارتفاع هائل لأسعار الغذاء والطاقة، وتؤدي ارتفاع نسب التضخم إلى أرقام قياسية في الاقتصادات المتقدمة بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، يجعل هنالك فرصة مواتية للسودان لانطلاقة اقتصادية كبرى بسبب توفره على موارد طبيعية هائلة في الأراضي والمياه، وإمكانيات هائلة لإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة من السدود المائية، وهي موارد صديقة للبيئة. أعلنت الجامعة العربية مبادرتها الخاصة بمكافحة الجوع، وأوكل إطلاقها من منصة الجامعة العربية للدكتور جبرير إبراهيم وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال أسبوع التنمية المستدامة الذي أقامته الجامعة العربية بالقاهرة قبل أسابيع. وفي نفس الإطار تبنت دولة الكويت مبادرة الأمن الغذائي العربي خلال المؤتمر التشاوري لوزراء الخارجية العرب، وتمت إحالة المبادرة إلى المنظمة العربية للتنمية الزراعية لإعداد دراسات بشأنها، توطئة لاعتمادها في الاجتماع الوزاري القادم في سبتمبر 2022 ليتضمن أجندة القمة العربية المقررة في نوفمبر القادم بالجزائر. يمضي الكاتب بناء على القرارات الصادرة من قمتي الكويت والرياض المشار إليهما أعلاه، فقد كلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية لاستشاري شركة لامير الألمانية لإعداد دراسة حول إمكانية سد السودان للفجوة الغذائية في الدول العربية. وجاءت دراسة الاستشاري مؤكدة قدرة السودان على تغطية احتياجات الدول العربية من 5 مواد غذائية رئيسية، هي القمح واللحوم والألبان والزيوت والسكر، وفقا لبيانات المنظمة العربية للتنمية الزراعية. فقد استوردت الدول العربية من دول أجنبية غير عربية قمحا بقيمة 19.6 مليار دولار خلال العام 2019، فيما استوردت من اللحوم والحيوانات الحية في نفس العام بقيمة 10.5 مليار دولار. أما الألبان فقد بلغ استيراد الدول العربية منها في نفس العام 6.2 مليار دولار، والزيوت بقيمة 9.4 مليار دولار، والسكر بقيمة 500 مليون دولار. نرى أن يصدر إعلان والتزام من مجلس السيادة بحكومة السودان يعرب فيه عن أن السودان ملتزم بتحريك موارده الزراعية وتنميتها بالمشاركة مع الدول العربية وصناديقها السيادية وشركاتها العاملة في المجال، وذلك للحد من أي تخوفات بشأن الأوضاع السياسية المعقدة في السودان. من ناحية ثانية، لابد من أن تركز وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة خلال الفترة القادمة على تلبية احتياجات القطاعين الزراعي والحيواني من خلال توفير التمويل والمدخلات لتهيئة الأجواء للشركات الأجنبية المفيدة. وختم الكاتب زاويته بالقول: وعلى أحزابنا تهدئة الساحة السياسية للاستفادة من الفرصة المواتية لانسياب استثمارات ضخمة لقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، فهي فرصة قد لا تتكرر.